ما نيترا ما تشربوش ليلة وعشرة شربنا منه حنا جديد الدرا تشربو ولا تموت. هما دوك الدراري جايين اخوتي شتو بغيت نخليه منها نوري للدراري داكشي اللي ما عارفينش الطريق بصح حيت شحال من واحد ما كيوريهمش الحقيقه ديال الطريق. هاد الناس هادو جاوا اليوم باش يسولوني علاش كندير هاد الفلوغات هادو، لان السبب الواحد اللي ما عارفينوش الناس كاملين هنايا في الاذاعه ديال بويا فلوغ، القناه ديال بويا فلوغ، هو علاش انا كندير فيديوهات فلوغ وعلاش فكرت ندير هاد المساله هادي. وما احلاها منين دايزين الطريق خرجنا فيها كنشوفوها عند الافلام الشينويه، هما اللي كنشوفو عندو ماتشي جاتني الفكره باش ندير، لانه ما كنتش كنتواصل مع مالين الدار وكانوا خايفين بزاف من هذيك الطريق. هذا هو الاساس باش درت القناه ديال اليوتيوب وباش نقول حتى الناس بان الطريق راه ساهله باش ما يتخلعوش على ولادهم اللي كاينين في الطريق، ولكن الاساس راه مختلف دابا. هذا يشجع الاخرين على المغادره، هذا من طبيعه الحال. لم ادرك هذا المساله. واش نقول لكم اخوتي صافي استسلمنا والله الا استسلمنا. السلام عليكم خوتي، كي راكم مزيان؟ مرحبا بكم في فيديو فلوك جديد. كرواتيا راكم عارفين كيتعداو على بنادم وكيتعداو على الحراقه، من الاحسن بنادم يبعد عليها. الدري في 15-16 عام اللي كيشوف هاد الفيديوهات هادو، ما ننصح حتى شي واحد بهاد الطريقة هادي، ما ننصحوش كاع نهائيا، لا فيها بزاف ديال المعاناة وماشي كيف ما كيصحابلو.